ما زالت المناظرات المنتظرة في الصراع الانتخابي على منصب الرئيس القادم للولايات المتحدة تحمل العديد من الخفايا في ظل ما يشبه المراوغات القائمة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحات الديمقراطية كاميلا هاريس ليتضح مدى أهمية المناظرة كورقة رابحة في دعم مرشح على حساب الآخر جماهيريًا تمهيدًا لترجمة ذلك في صناديق الانتخابات في نوفمبر المقبل. من يخاف الآخر؟ سؤال يدور في الأوساط الأمريكية حول خشية ترامب وهاريس من بعضهما في المناظرة، وسط ذهاب أنصار هاريس بأن الخوف يسيطر على ترامب، مستغلين الصورة المرسومة بأن هاريس في الأساس مدع عام تستطيع التعامل مع أمثال ترامب على حد قولهم، في ظل الاتهامات التي ينظرها القضاء للمرشح الجمهوري. أنصار ترامب يرون أن الخشية في المناظرة حاضرة لدى هاريس بعدما حققه المرشح الجمهوري في مناظرته السابقة أمام الرئيس جو بايدن قبل الانسحاب، فضلاً عن تمكنه من ملفات يستطيع إحراج هاريس من خلالها على حد رؤيتهم. من الواضح أن الرئيس السابق دونالد ترامب تفاجأ من انسحاب الرئيس بايدن وكان غير راضياً على دخول كامالا هاريس إلى الانتخابات لأنها حظوظها أعلى بكثير من الرئيس بايدن في النجاح في هذه الانتخابات، فإنها كانت هي مدعية عامة، وأن الرئيس السابق دونالد ترامب ما زال في المحاكم بسبب مخالفات على معاملة النساء وأيضا تزوير في الضرائب وما شابه ذلك من الأمور، فإن الواضح أنه أيضا لا يحترم النساء، وقد ربحت أحد النساء مئات الملايين من الدولارات بسبب معاملته السيئة مع النساء بشكل عام. النقاط القوية لكامالا هاريس، هي فتية، هي من البشرة السوداء أو الملونة، وستستقطب الكثير من الأقليات في أمريكا. أستطيع أن أقول أن الرئيس ترامب كان قد هزم السيدة هيلاري كلينتون في مناظراته المتعددة معها في الانتخابات الرئاسية للعام 2016، وهيلاري كلينتون وأنا أعرفها بشكل شخصي وعملت معها لفترة عدة سنوات، سيدة محنكة سياسيا، وهي في الحقيقة أكثر ذكاء وخبرة سياسية من السيدة هاريس، ومع ذلك هزمها ترامب. الآن نجد أن هناك تعاطف كبير جدا مع هاريس، طبعا هي امرأة وهناك تعاطف من نساء أمريكا معها، لكن هذا التعاطف سيتراجع عندما ننظر إلى الأرقام وعندما يركز الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يركز على الجانب السلبي في إدارة بايدن وهاريس، بل وأيضا بايدن وهاريس تركز على أنها سيدة سوداء وأنها تكون أول سيدة أن تكون رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية وأن تصنع التاريخ وهكذا، لكن أعتقد أن كاميلا هاريس لا تركز كثيرا على الحلول السياسية للمشاكل الاقتصادية، مشاكل السياسة الخارجية، المشاكل الداخلية، هي بتركز فقط على أنها جزء من المجتمع الأقل أنها سيدة ومن أصول هندية وهكذا. أعتقد أن المناظرة القادمة سوف تكون بالطبع يعني ركيزة قوية للرئيس ترامب.